السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة بقى الوصفة معشوقة الجماهير، ومين فينا ما بيحبش كفتة الحاتي ونفسه تطلع زي الحاتي واحلى؟ النهاردة كل الاسرار كل التفاصيل علشان تطلع معاكي احلى من الحاتي ومن ايد فاطمة ابو حاتي. يلا بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. برعاية نشوف المقادير وطريقة التحضير. عندنا النهاردة كيلو من اللحمة الحمراء متقطعة مكعبات، هنحتاج لها حوالي 200 جرام من اللية مش أكتر من كده. عندنا رغيف سينو حاطينه في مية، نعينه في المية كده علشان يطرى معانا. البهارات بتاعتنا هتكون عبارة عن إيه؟ طبعا ملح وفلفل، معلقة صغيرة خالص من البيكنج باودر، رشة بسيطة من جوزة الطيب، هنحتاج كمان نص معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة من بهارات اللحمة. بس كده، ويلا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا بقى علشان نفرم اللحمة بتاعتنا. هحط كمية اللحمة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، المفرمة ما شاء الله تحفة جدا، دي من تورنيدو و2000 واط، يعني قوية جدا. هتفرم اللحمة على طول. الطبق اللي فوق ده بيشيل اللحمة اللي عايزة تتفرم، تبقى كلها محطوطة معانا كده، ونبتدي ننزل واحدة واحدة. عندنا كمان اللية هنحطها، طبعا اللية دي هتدي طعم حلو جدا جدا للكفتة زي بتاعة الحاتي بالظبط. ويلا بينا بقى نشغل. عندنا هنا زرار الباور ورا، هنبص نلاقي هنا الزراير نورت. يلا بينا نشغل بقى هنا اون اهو. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فرمت اللحمة، مفيش حاجة وقفت فيها، كمان اللية اللي احنا حطيناها اتفرمت وكله زي الفل. فاضل معانا العيش الفينو اللي احنا نعينه في مية، هبتدي اخده كده وعصره كويس جدا جدا. خلاص كده صفينا العيش كويس قوي، انا قصدت اخليه اخر حاجه علشان ينزل معايا اي لحمه جوه تنزل بقى ويبقى هو اخر حاجه. بينا يلا نشغل تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم حاجه كمان مهمه جدا، ان الزرار ده بيخلي المفرمه تلف عكسي علشان برضو تنزل معانا اي حاجه تانيه موجوده، ولو في مثلا شغت في حاجه لفت جوه فاللف العكسي ده هيخليها تفك تاني، تمام؟ فزرار مهم جدا. بينا نشغل تاني. خلاص اتاكدت ان مفيش حاجه لا شمال ولا يمين، المكنه او المفرمه فضيت معانا تماما من جوه، واخر حاجه نزلت العيش، يعني مفيش اي لحمه والدنيا كده زي الفل. ادي اللحمه اتفرمت معانا فرم 10 على 10، فرمناها على السلاح الوسط، بيجي معاها 3 اسلحه. بصوا نشوف مع بعض كده، دي الوشاش كلنا عارفينها بيجي 3، دي الضيقة ودي الواسعة، واللي احنا مركبينها دي الوسط عشان تطلع معانا الى حد ما اللحمة مش ناعمة قوي ولا خشنة قوي، وده المفروض والمطلوب لكفتة الحاتي. عندنا كمان بقية الملحقات بتاعة المفرمة، دي الحاجات بقى بتاعة الكبيبة والكفتة، ودي بتاعة الممبار او السجق بيطلع هايل جدا. عندنا هنا زرار، بصوا في الجنب هنا، ده علشان ادوس عليه وابتدي افكها. بسم الله الرحمن الرحيم، فتطلع معانا على طول. وطبعا نفكها كلها ونبتدي نحطها بقى في الحوض ونغسلها ونعقمها كويس قبل ما نشيلها. كده خلاص فرمنا اللحمه بكل سهوله. انا عن نفسي من الناس اللي بتحب تفرم اللحمه في البيت، بصراحه بضمن نظافه اللحمه والمكنه او المفرمه اللي انا شغاله بيها غير اي حاجه تانيه، فببقى ضامنه الكفته اللي انا بعملها 10 على 10، فبحبها جدا. خاصة كمان كلنا بيجي العيد الكبير واغلبنا عنده لحمة عايز يفرمها، بدل ما توديها للجزار يبقى عندك المفرمة في البيت بتفرم لك في ثواني.
تقدري كمان تعملي فيها الطعمية والكفتة ام رز، فبصي مش هتستغني عنها. بينا بقى نشتغل يلا ونبتدي نحط بقية المقادير بتاعتنا. ادي الملح والفلفل، نحط كمان البيكنج باودر زي ما قلنا كده معلقة صغيرة، كيلو اللحمة في العموم بياخد معلقة كبيرة من الملح، وتعالوا بينا رشة بسيطة خالص من جوزة الطيب كفاية كده، ورشة سكر يعني حوالي نص معلقة صغيرة. هنحط كمان البهارات السبعة أو بهارات اللحمة اللي متوفر عندك. وفي المقادير نسيت أقول لكم إن إحنا عندنا بصلاية متوسطة الحجم مفرومة ناعم جدا مع طماطماية صغيرة، هفرمهم الاثنين كويس قوي قوي، وبعدين هنحطهم في المصفى ونضغط عليهم ونصفي كل الميه اللي فيهم علشان تبقى ناشفه معانا بالشكل ده، مش عايزين سوائل كتير في الكفته. ويلا بينا نحطها. دي البصلايه كده، وجت الخطوه المهمه، الكفته لازم تتعجن كويس جدا، لو ما عجنتيهاش هتفك منك وانت بتشتغلي بيها او انت بتشويها على الفحم هتلاقيها عماله تسقط منك، ودي شكوى عامه لاغلب الناس. وانا باجي اشوي على الفحم احط الكفته في السيخ والاقيها سقطت على الفحم. ضروري جدا جدا اللي احنا هنقوله دلوقتي من الاساسيات واللي ما ينفعش ابدا ان احنا نستغنى عنها، ان احنا نعجن كويس قوي قوي اللحمه مع البهارات والعيش اللي احنا حاطينه والبصل والكلام ده كله، نعجن مده مش اقل من 10 دقائق. هنعجن لغايه ما نلاقي الانسجه بتاعه اللحمه بقت مفتله وابتدت ايه تطلع انسجه كده وزي شعيرات كده، دي بتعمل على تشابك الانسجه بتاعه اللحمه وبالتالي ما تقعش مننا. يلا هجيب جلافز على طول وابتدي اعجن. قبل ما نبدا نعجن الكفته تعالى اقول لكم على حاجه مهمه جدا في المفرمه بتاعتنا، من الحاجات اللي انا بحسها مهمه قوي ان يكون في مكان كده احط فيه الملحقات علشان ما احطهاش في درج وشويه الاقيهم ضاعوا وشويه ما الاقيهمش، فتبصي تلاقي بتدوري على حاجه ما تلاقيهاش. في مكان بقى هنا لطيف جدا نحط فيه كده عشان لما نحتاج نلاقيه على طول ونقفله بقى زي الفل. في كمان عندنا تحت كده، بسم الله، بصوا هنا المكان ده علشان نلمي برده فيه السلك ويبقى المكنه كده مظبوطه ومنظمه ومفيش حاجه طالعه منها شمال ولا يمين. هندخل السلك كله هنا وهتبقى 10 على 10. ويلا تعالوا بينا بقى نعجن الكفته. حطينا كل المكونات، يلا بسم الله. زي ما قلنا العجن ده شيء مهم جدا جدا في الكفته واي كفته على فكره، بس طبعا اهمهم كفته الحاتي لانها بتتشوي على الفحم فممكن تسقط مننا. عجننا الكفته بتاعتنا 10 على 10، بصوا بقى الجمال. عايزه اوريكم حاجه مهمه قوي، بصوا كده وانا بحاول ارفعها من الطبق، شايفين؟ بصوا الانسجه اللي هتطلع كده من اللحمه، شايفين؟ بصوا 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 بقت متشابكه، تحسوا كده ان في شعيرات كده، دي اللي هتحافظ لي على اللحمه او الكفته بتاعتي ان هي ما تسقطش مني، متماسكه جدا جدا. بما اننا عجناها كتير قوي قوي، في خطوه مهمه هقولها لكم لازم انتوا تعملوها في البيت علشان الدنيا احيانا بتبقى حر وايدينا الصهد اللي بيطلع منها مع العجن والكلام ده كله هيسيح الدهون اللي موجوده في اللحمه. طب الحل ايه علشان ما تبقاش سايحه معايا برده وتفك مني؟ الحل ان انا ادخلها دلوقتي الثلاجه مش اقل من نص ساعه لساعه علشان تتشمع. تتشمع يعني ايه؟ يعني الدهون اللي فيها تبتدي تشد بقى وتجمد تاني، فنعرف نصبعها ونعرف نشويها بكل سهوله. بس انا التكييف شغال فالدنيا تمام مفيش مشكله. يلا بينا بقى هحضر صينيه فرن، انا هشويه في الفرن مش على الفحم، وهحضر يا ستكس يكون تخين شويه او مسن اي حاجه اصبع عليها او سيخ اي حاجه. حاجه مهمه كمان، فاكرين واحنا بنقول المقادير البصلايه والطماطمايه اللي فرمناهم كويس قوي قوي وصفيناهم علشان ما يبقاش فيهم ميه، دي الميه بتاعتهم هستعملها في تصبيع الكفته. فتعالوا بينا كده ناخد جزء كده من اللحمه، تمام، وابتدي ابل ايديا من الخليط ده بالشكل ده، هاي وايدي صباع الكفته. طيب اهو قدامكم كاني مصبعاه على السيخ اللي هيتشوي على الفحم، تمام، اديني بحركه، الكفته ما بتقعش حتى لو خبطت شمال يمين، بصوا الكفته متماسكه كده مش هتقع منك خالص خالص وانت بتشويه على الفحم، تحفه. هبتدي اخلع بقى كده وارص في الصاج علشان انا هشوي في الفرن زي ما اتفقنا. عايزه اقول لكم الخلطه دي بتبقى تحفه، اللي هي دي
ميه البصل مع الطماطم بتخلي لون الكفته من بره رهيب. صدقوني هتاكلوا كفته رهيبه، مش هتبطلوا ابدا تعملوها بالطريقه دي. ايه الميزه ان احنا بنصبعها على سيخ او حاجه كده تخينه شويه علشان تعمل لي فراغ جوه الكفته، فبالتالي الحراره توصل لها وتستوي بكل سهوله وبسرعه جدا جدا. مشغلين بقى الفرن بتاعنا على اعلى درجه حراره ويسخن كويس جدا، مش اقل من ربع ساعه، نسيبه يسخن كويس قوي قوي علشان لما ندخل الكفته ما تطولش في الفرن وبالتالي برده تنشف مننا، احنا مش عايزينها تنشف مننا خالص، فلازم درجه الحراره عاليه والفرن سخن جدا. وهنحط كمان على الرف الاقرب للارضيه، ولو الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت يفضل جدا علشان ناخد اللون فوق وتحت على طول. خلصنا خلاص اخر صباع، زي ما قلنا فرننا شغال على اعلى درجه حراره، وهندخل بقى على الرف الاقرب للارضيه تاخد لون تحت، ولو الشوايه ما بتشتغلش مع الفرن فهنقلب علشان تاخد لون من الناحيه الثانيه، نقلب الكفته عشان تاخد لون من الناحيه الثانيه، اما لو الاثنين شغالين مع بعض فهندخل تاخد لون تحت وفوق وتطلع على طول بألف هنا وشفا. الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الكفتة استوت وأخدت لون تحفة جدا. ودي يا جماعة بقى كفتة الحاتي من فاطمة أبو حاتي، تحفة جدا جدا، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، ولا اجدعها مطعم، هتعمليها في البيت احلى من 100 محل. وزي ما اتعودنا مع تورنيدو عندنا بقى ايه؟ عندنا مفرمة تانية. المفرمة اللي احنا اشتغلنا بيها دي كانت 2000 واط، وقلنا امكانياتها وفيها اسلحة وفيها مكان عشان نحفظ فيه الاسلحة، وفيها الزرار العكسي وفيها زرار الباور اللي ورا، عرفنا كل حاجة عنها. عندنا المفرمة التانية الصغيرة، هي صغيرة حجم شوية وصغيرة كمان في الواط، يعني 1200 واط. بيجي برضو مع الملحقات بتاعتها وش ناعم وش خشن، وبيجي معاها طبعا الدافع والملحقات بتاعت السجق بقى والكفته والكبيبه والحاجات دي برضو بتيجي معاها بالشكل ده اهو، تمام. فيها سرعه تربو، فيها سرعه او زرار عكسي تلف برضو العكس، بيجي معاها طبعا الطبق اللي هو بيتحط فيه اللحمه عشان ننزل في المفرمه. زي ما انتم شايفين كده الاسلحه بتاعتها من الوشاش بتاعتها من الاستانلس، سهله الفك والتركيب طبعا، زي ما انتم شايفين كده ممتازه جدا، وطبعا كل ده بضمان ايه؟ بضمان العربي. دي كانت وصفتنا وده كان الجهاز بتاعنا النهارده، مفرمه اكتر من روعه من تورنيدو، وزي ما اتعودنا دايما بالعربي ايه؟ تورنيدو. ان شاء الله معاكم فيديوهات تانية باذن الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وان شاء الله مستنياكم فيديوهات تانية. باي باي.